أحسن الله إليكم. تقول في سؤال آخر: ما موانع قبول الدعاء وأسباب تأخر الإجابة؟ موانع قبول الدعاء كثيرة، منها أكل الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: في الرجل يطيل السفر أشحث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك. ومن موانع قبول الدعاء أن يدعو وقلبه غافل، فإذا دعا الإنسان لا بد أن يكون حاضر القلب موقنا بالإجابة، فإن كان غافلا أو كان لم يوقن بالإجابة فإنه لا يستجاب دعاؤه. وكذلك من موانع الدعاء أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فإن هذا من الاعتداء في الدعاء. نعم. أقول في آخر أسئلتها: ما حكم من حلف بالله وعلى المصحف؟ وأما تأخير الإجابة فهذا راجع إلى الله، وهو أعلم بمصلحة عبده، فقد يعجل له الإجابة وقد يؤخرها لمصلحة العبد ويدخرها له عنده سبحانه وتعالى، أو يدفع عنه من السوء مثلها. ولذلك جاء النهي عن أن الإنسان يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. فعليه أن يكثر من الدعاء وأن يوقن بالإجابة ولا يستبطي الإجابة، فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي. ربما يكون تأخير الإجابة خيرا له وأحسن. نعم.